في عيل طفل صغير جه عمه كان بيعيط انا مش عارف يركب العربيه، في حبيبي قال لك انا مش عارف اروح المدرسه ومعيش فلوس. من ساعتها الكلام ده من 2010 بالظبط، فاتفقنا انا وعم عصام والرجاله كلها يلا بينا نعمل الموضوع ده. عملناه واحده 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 الحمد لله لحد ما كبر معانا. عملنا مبادره جميله كده، قلنا نساعد بعض بيها، نركب اطفال المدارس ببلاش. كل عربيه كل سواق عندي بياخد له 4 أطفال وهو رايح، وهو راجع اثناء خروج المدارس بيملى العربيه بتاعته. اول سبب للمبادره كده احنا بنساعد بعض، بنساعد بعض. تاني سبب ومهم جدا يعني تقليل حركه المرور، الاطفال بتبقى ماليه الشارع. احنا عرب ونمدي بيطلع منها لا يقل عن 4000 طالب او 5000 طالب، لما يمشوا في الشارع في الساعه بتاعت الصبحيه دي الطريق هيقف وممكن تحصل حوادث، فبقينا نخف وبقينا نساعد بعض كلنا. السواقين كلهم بصراحه يعني كلهم بيحبوا الخير. احنا قعدنا في مره يعني عملنا اجتماع لبعضينا كلنا، ايه رايكم؟ قالوا امين. اللي ساعد الناس احنا معاك فيه، الطالب بيركب معاه ولي امر، الطالب ما بيدفعش ولي الامر بيدفع، الاب الام الاخ الكبير، لكن اي طفل في مدرسه ما بيدفعش. الطفل ده هيركب ولا هياكل؟ والاب هيدفع الاكل ولا المواصلات ولا دروس؟ يعني الموضوع كبير برضه، الموضوع كبير عند الاباء يعني عند الاولياء الامور. الوقت ولي الامر لو معاه 4 عيال على الاقل خالص بيديهم 20 جنيه مصروف على الاقل خالص، يعني عشان بس ما نبالغش في كلام. ال 20 جنيه دي كل طالب ليه 5 جنيه حسب سنه مثلا، هياكل بيها ولا هيركب بيها؟ اللي معاه 10 برضه هيركب بيها ولا هياكل بيها؟ اللي معاه 20 هياكل بيها ولا هيركب بيها؟ فاحنا بنساعد بجزء صغير يعني. يا ريت كل المواقف تعمل كده، يا ريت كل اللي يعرف يساعد بني ادم يساعده.